بسم الله الرحمن الرحيم وباسمه استعين. معالي الوزير الأول، تحية تقدير واحترام لكم شخصيا مني ولأعضاء الحكومة والوفد المرافق لكم. معالي الوزير الأول، لا تسمحوا لي على أني لا نتكلم عن صورة شفتها في هذا العالم الافتراضي، وراني دي الصورة اللي نعتهو قابضها من موقع من ذو المواقع ما نختار نسميه لعل نعود معدل دعاية الموقع. معالي الوزير الأول، هذا الصبي المبتسم، صح كاميرا كبر الصورة شوي، كبر الصورة شوي، كبر الصورة شوي، لا يدور حول الحديث. يسوى يسوى. هذه الصورة، هذا الصبي المبتسم المحتفل، معالي الوزير الأول شفته في واحد من ذو المواقع واخترت نتحدث عنه، لفت انتباهي وهديت له مداخلتي. معالي الوزير الأول، لا نطرح سؤالين واسمحوا لي تناقض على أني لا يجاوب عن الأسئلة. من درى معالي الوزير الأول يكاني مرتاح، يكاني مطمئن على حاضر هذا الصبي المبتسم. معالي الوزير الأول، هذا الصبي المبتسم في دولة ذات حدود محصنة، شكرا للقوات المسلحة وقوات أمن. معالي الوزير الأول، هذا الصبي في دولة عندها حالة مدنية مؤمنة، شكرا لكم. معالي الوزير الأول، هذا الصبي في دولة فيها حريات مطلقة. معالي الوزير الأول، هذا الصبي في دولة فيها نشأة نهضة كبيرة في البنية التحتية. معالي الوزير الأول، هذا صبي في دولة تاريخها أصبح ممجد. شكرا لكم، شكرا لحكومتكم، شكرا أولا وأخيرا رئيس الجمهورية صاحب هذا البرنامج والصاهر على تطبيقه. معالي الوزير الأول، قرينا في الجامعات على أن دولة تنقال حوزة ترابية وتنقال حدود محمية وتنقال سلطة سياسية قائمة. هذا موجود في موريتانيا اليوم، وسلطة نيرة وقايل هانا. معالي الوزير الأول، سؤالي الثاني يتعلق باطمئناني من درا كان اخلاقي باردة على مستقبل هذا الصبي. هذا الصبي مع الوزير الأول يختار يقرا في مدارس ديكسلانس التمييز، يقرا ما يختار يقرا فيهم وحده، يختار يقرا فيهم هو ومحيطه كامل اللي هو البلد. مع الوزير الأول، هذا الصبي يختار يداوى في مركب الأمومة والطفولة، يقرا ما يختار يداوى فيه وحده. مع الوزير الأول، هذا الصبي طارح مشكلة معدلة دولية ويختار سابقية بلاقة تنحلوا مشكلة المعدلة التكوين والتشغيل، يختار يكون تكوينه من أحسن تكوين ودور ملي على أنه لين يتخرج على أنه يعود التشغيل فعلا موجود. معالي الوزير الأول، هذا دايرين عليكم إياك قدا. معالي الوزير الأول، هذا الصبي سيلبي الآن، سيلبي أجل لنداء الوطن، ولكن قدا إلين هذا الشروط يزولوا بإذن الله تعالى سيلبي أجل نداء الوطن، ولكن بحماس كبير. معالي الوزير الأول، ضمن قضية أيضا مطروحة، نجحتوا في الإصلاحات اللي 10 سنين فيهم، هذا مهم، مشجعينكم عليه ومشجعين الحكومة وراجعين على أنه يستمر، بإذن احنا المهم عندنا استمرارية النهج، مهم عندنا على أن هذه المكتسبات على أن نأمنوهم. معالي الوزير الأول، هذا يقدر يؤمن ذل مبارك معاه اليوم، ذل مبارك معاه اليوم مناش من تحسين التسيير، من لا ترانسبارانس في التسيير، ولكن هذا الحراك ايضا السياسي اليوم اللي نقال فيه مبدئيا ديمقراطي، راجين علينا ندعمه وراجين علينا ياتي اكلوا على ان يعود الشعب يعرف على الناس اللي قاعده هنا تمثلوا على انها ناس جايه من عنده ويعود يسلط لها وتعود تلتف موريتانيا حول مشروعنا هذا باذن الله تعالى لين نامنوا بلدنا. معالي الوزير الاول، قبل ان ننهي كلمتي هذه وقبل ان نشكركم ونشكر ادائكم في هذا البلد، معالي الوزير الاول عندي مطلبين، مطالب كثيره ساكنة مقاطعة ودان، لكن لدينا البعض منهم أذنين بهم أساسيين عندنا على أنهم يعدلوا النظر. ربط معالي الوزير الأول، مقاطعة ودان هي آخر نقطة في البلد بعاصمة الولاية اللي هي أطار. معالي الوزير الأول، نختار إنشاء معهد
للشؤون الإسلامية، لا ما قلنا جامعة نقولوا معهد للدراسات الشؤون الإسلامية في مقاطعة ودان والتاريخ البلد، أعتقد على أنه لا ندار في ودان لا يعود بإذن الله تعالى ندار في موقعه ولا يتعدلوا نوع من الازدهار. كيف تعدلتوا هذه السنين الماضية في مقاطعتي؟ أشكركم والسلام عليكم.